ناخذ شخص إعلامي من عالم الإعلام المسموع، من عالم الإذاعة الراديو، نتحدث وياه بهذا الموضوع ونشوف اليوم تأثير الإعلام السمعي على المجتمع العراقي. أكيد ضيفنا صار موجود، انضم لنا للاستوديو الإعلامي محمد معن آل زكريا، ويسعد صباحك. كل الهلا بك. يسعد صباحك، صباح الخير، منورنا. أكيد بوجودكم وهاي الطلة الحلوة لكم، تشرفوا أنه كوني اليوم وياكم بقناة سمراء. الله يخليك. تسلم. شلون الأجواء على الكاميرات؟ يعني يمكن الأجواء يمكم غير أنتم. تختلف عن يمكن كل واحد إلى خصوصية، وكل واحد إلى رهبة. المايك بالستوديو، بالستوديو الراديو إلى رهبة، والكاميرا أيضا إلى رهبة، وكل واحد يفرق طبعا شعوره. بس يعني الكاميرا مع أنه أنا متعود بس شوية تخوف. حنرجع نكمل الحوار وياك ورا، بناخذ فاصل بسيط وإن شاء الله يعني أكيد الجمهور ده ينتظر وإحنا منتظرين، وإن شاء الله الحوار حيكون أكيد مميز بخصوص الإعلام المسموع. محمد، واليوم إحنا كان عندنا موضوع عن الإعلام المسموع وتأثيره على المجتمع العراقي، فأنت كشاب عراقي نموذج اليوم يمكنه مخترق، قلنا عالم الإعلام جديد، ولكن يعني حسب ما إحنا نشوف تأثير البرنامج اللي أنت تقدمه من أول حلقة جاب تأثير أو جاب نسبة مشاهدة عالية جدا، فاحكي لنا أنت رأيك بالإعلام المسموع وتأثيره، وبعدين ننتقل إلى دور برنامجك. نعم، بداية يعني أول شيء أرحب بكم مرة الأخ، يعني أنه أشكركم على الاستضافة وهذا شرف كبير لي. اليوم الإعلام الكلمة الفصل بالواقع السياسي، الواقع الاجتماعي، يعني لها تأثير كلش كبير، وأيضا يختلف توجه كل إعلام عن الآخر، المسموع عن المقروء عن المرئي، وكل واحد إلى جمهوره وكل واحد إلى تأثيره على المجتمع. بس اليوم بشكل إعلام بشكل عام الإعلام اليوم كلش مهم ويؤدي دور كبير. يعني كان قبل يقولون أنه الإعلام أو الصحافة هي السلطة الرابعة، اليوم ماخذ سلطة توازي السلطات الثلاث تقريبا، لأنه بعد ما خاصة السوشيال ميديا بالأخير 5 سنوات مرت، فكان لها تأثير، أسقطت أنظمة وصعدت سياسيين، ويعني كان له تأثير كبير. اليوم الإعلام المسموع بالتحديد اللي هو ما يخص عملي، تأثيره من نوع آخر، لأنه بشكل عام الإعلام المسموع له تأثير، بس لما توجه إعلامك المسموع لمدينة قطعت عنها كل وسائل الاتصال وكل وسائل التواصل. تعرفون يعني اليوم راديو الغد اللي هو محل عملي موجه للموصل ويبث من أطراف الموصل لداخل الموصل، ويعني بوضوح اليوم الموصل مقطوع عنها الانترنت ومقطوع عنها شبكات الاتصال ما يقارب سنة وشهرين تقريبا، وأيضا بدأوا التنظيم داعش الإرهابي يسحب أجهزة الريسيفرات والدش من البيوت من 6 أشهر تقريبا. فاليوم الأسرة الموصلية لا تمتلك سوى الراديو كوسيلة للاطلاع على العالم، وأيضا تقضية وقت، لأنه الانترنت كان يأخذ أغلب الوقت. الراديو يعني بين التوجيه وبين الترفيه، بين التوجيه والترفيه بالتأكيد، وكان وأيضا أصبح متنفس وحيد. المسألة أنه داعش الإرهابي يملك يعني إذاعة محلية بالموصل اسمها إذاعة البيان، فهم بالتالي يوجهون عن طريق الإذاعة باعتبار نفس النقاط الإعلامية الموجودة، يوجهون الأفكار اللي يريدون يبثوها. ف الإذاعة راديو الغد قام يبث على ترددات مشابهة أو مقاربة لترددات البيان، فهو شوش عليها. داعش ما يقدر يمنع الراديوات، لأنه أول شيء صعب أنه تمنعها، يعني باعتبار أنه موجودة بالسيارات، موجودة بالبيوتات وأجهزة صغيرة، وثانيا يريد يوجه إعلامه يعني عن طريق البيان. فلهذا إحنا كنا يعني والحمد لله كان صوت ولحد الآن صوت مسموع داخل الموصل، توجيهات، تعليمات قيادة عمليات، تعليمات الأجهزة الأمنية، العمليات، المناشير اللي يعني تكون على الموصل، البيانات كلها عن طريق الراديو اللي هو أصبح الوسيلة الوحيدة بالموصل، واللي يعني صار أنه من يوميات. إذا بهذه التجربة نقدر نقول أنه تجربة عملية أثبت للناس أنه الراديو أو الإعلام المسموع له تأثير
قوي جدا ولا غنى عنه. بالتأكيد طبعا. موضوع يعني إن شاء الله يا رب الله يفك أسر العالم اللي أكيد أكيد قريبا إن شاء الله بكل وضوح للعالم الخير. وإن شاء الله يعني يكون راديو إن شاء الله الغد مو بس بالموصل إن شاء الله برا الموصل، وإن شاء الله العالم تسمعه بكل وضوح وهي مرتاحة بدون ضغوطات، لأنه الرسالة اللي يعني اللي يعني تكفل بها واللي أصر عليها راديو الغد هي أنه أول شيء يصل هسه الراديو يبث على خارج الموصل أيضا، أنه يصل الراديو ويصل صوت الراديو للموصل بالبداية والنقطة الأهم، وبعدين يصل للخارج يعني للنازحين من أهل الموصل حتى يكون لهم دور أيضا. حلو إن شاء الله يا رب. موضوع مهم نناقشه بالإعلام المسموع. يعني الإعلام المسموع بالعراق يعني بالفترة الحالية، قبل شوية حكينا هاني وأسيل ما نقول يمر بأزمة لا، بس أكو مواضيع أنه هي مقيدته أو مواضيع مفتقدها على مستوى الوطن العربي. أكو أسماء قلنا كبيرة مثل علي نجم مثل أسامة، أسماء كبيرة أيضا موجودة بسوريا وبلبنان. صح. يعني هاي الدول هي عندها ثقافة الإعلام المسموع بآلية معينة ببرامج معينة، هاي الثقافة والتطور موجود بالعراق؟ بالبداية يعني أنت لما تكون بوضع يعني متراهي مثل ما نقول، انه الوضع اللي بمصر واللي بالامارات علي نجم وغيره واسامه والاعلاميين مع يعني كل احترام وتقدير لهم، لما تكون بوضع يعني مرتاح غير لما تكون انت عندك رساله معينه تريد توجهها لمليونين شخص هم تحت الاقامه الجبريه، هم يعني يعانون من ضغوطات نفسيه يوميه خلال سنتين واربعه اشهر. اليوم اهل الموصل واجهوا صعوبات وواجهوا أيام وتفاصيل يومية يمكن يعني ما مرت قبل 2000 سنة ولا تمر بعد 2000 سنة، يعني هذا اللي مرينا بينه. التطور الموجود بالنسبة بما يخص تطور الإعلام، كل بلد فعلا إلى ثقافته وإلى خصوصيته ويعني إلى فد ثيمة معينة. يعني اليوم مصر هي من البلدان المتقدمة ثقافيا بالرائدة بالفن والفنون وبالرائدة فعلا رائدة بهذا المجال والإعلام أيضا. بداية ما طلع الراديو كان على مستوى واحد هو العراق ومصر بالتأكيد. المصريين أغلبهم يعني ظلوا محافظين على ما يسمى أنه هاي التقاليد أو التراث اللي هو يخص الراديو، الأجواء المحيطة بسماع الراديو حتى يعني أكو أجواء معينة لما يسمعون الراديو يريد يعني هي المقاهي الشعبية وغيرها، المقاهي الشعبية القهاوي أو ما يشابه أو حتى بالبيوتات. يعني ما يخص التطور أكو من ناحية التكنولوجيا أثرت أكيد على الراديو وعلى سماع الراديو، بس بنفس الوقت البرامج القوية اللي أثبتت نفسها ما عاقها التطور، لأنه هي فرض نفسها من خلال الفكرة من خلال الأسلوب من خلال المقدم من خلال كثير أمور وصلت للناس بسهولة. والدليل علي نجم اللي برغم من التقنيات برغم من التطور برغم من اليوم عصر السرعة أغلبية صامتة تحسه ماخذ الشارع، لا معلومة صارت سريعة توصل عن طريق الفيسبوك أو السوشيال ميديا، بس الراديو استحوذ على جزء كبير. وخلينا نقول مثلا الراديو ما له دور مسموع، بس لما يجي فتره برنامج علي نجم يكون له مشاهدات كبيره وقويه. طيب محمد خليني اسالك، اليوم انت دراستك ما لها علاقه بالاعلام طبعاً. صح انت انت تخصص ادب فرنسي. ادب فرنسي. طيب يعني اليوم هل الاعلامي حتى يكون ناجح بشكل افضل، يعني انت اليوم تعتبر اعلامي ناجح مو بشهادتي ولكن بشهاده الكثير من الناس المحيطه بك وبشهاده برنامجك ونسبه مشاهده برنامجك، كاعلامي انت اليوم ناجح، هل الاعلامي اليوم بحاجه لانه يدرس الاعلام المسموع او هي الخبره والممارسه هي اللي تلعب دور او توجيهات خلينا نقول قياديه مثلا؟ هي الامر احدهما مكمل للاخر. الدراسه او ممارسه الاعلام هي ما تقتصر على الاكاديميين، يعني ما بالضروره ان اكون اكاديمي وخريج اعلام حتى اكون اعلامي ناجح، بس لما اسقل موهبتي واسقل الاسلوب والطريقه واتعلم اكثر مع الخبره مع الممارسه مع التجربه مع الارشادات مع صقل هذا بالدراسه الاكاديميه ينتج اعلامي قد يكون له شأن كبير بالمستقبل. الحفاظ على يعني يعني نوع واحد او اسلوب واحد من الـ من الـ
المهنية يؤدي إلى أنه يصير ملل بالموضوع، رتابة. إذن لازم تطور. فالإعلامي لازم يطور نفسه، لازم يقرأ، يثقف نفسه، يكون عنده خيال أوسع، مجال أوسع للتفكير، خلاق، حتى يقدر يصل الناس. اليوم الناس يعني دقيقين جدا بالمعلومة، دقيقين جدا بالفكرة، ما أي فكرة تنطلي عليهم مثلا أنه تمشي فكرة معينة وتريد أنت برنامجك ينجح وتقدم فشيء عادي جدا مقدم. لازم تكون خلاق، لازم تكون مجدد حتى تقدم اللي ما حد يعني ما حد فكر أنه يقدم. إذا يعني باختصار الموهبة والاجتهاد بشكل كله مستمر كله يسر نجاح الإعلامي، كله مكمل لبعضه من وجهة لازم نظرك. لازم أكيد، ولازم يسقل يعني أي إعلام يسقل الموهبة، إذا كان عنده موهبة والأساسيات الأرضية يسقلها بالقراءة، بالثقافة، يعني الدراسة عن الإعلام بالتأكيد. حتى لو ما درس إعلاميا أو أكاديميا، على الأقل يقرأ ما يخص كتب الإعلام. زين، تقدر تشرح لنا شوية عن برنامجك، وتقدر تقول لنا شنو الرسالة اللي أنت توجهها عن طريق برنامجك أو عن طريق الإعلام المسموع إلى الناس؟ بالبداية برنامجي برنامج صندلي، اللي هو صندلية بال يعني بما أنه الأهل الموصل يكسرون التاء المربوطة النهائية، يكسروها إلى ياء للسهولة يعني. يمكن أسيل عندها معلومات لأنه إلها علاقة بالموصل، فصندلي تعرف أسيل وأحكي شوية مصلاوية عادي ولا بس يكون لأنه أنا يعني المصلاوية مالتي يعني هو مو عنصرية وإنما اعتزازا بموصلية. أكيد كل واحد حظ على هجتي، بس بما أنه جمهور القناة يعني قد يكونوا من غير. لا احنا جمهورنا بكل جمهور العراق يعني. أكيد وأن جمهور, جمهور واسع, واسع وكبير الحبيب. بس بما أنه الموصل هم ما يصلهم اليوم الدش يعني، فنحكي باللهجة البيضاء خلينا نقول. برنامج صندلي، الصندلي هي عبارة عن ما يشابه الكنتور بس بشكل بطريقة أخرى. تفاصيل الكنتور المصلاوي اللي هو القديم غير الكنتور الجديد اليوم. يعني شلون اكو صوره معينه هي للصندلي، هي عباره عن ايش يسموها مجرات صغيره مربعه الشكل ومستطيله كبيره، تقريبا طولها 3 امتار بالطول او بالعرض يعني، والارتفاع مترين. بس تاخذ حيز كبير من 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 بيوتات الموصل. هذا يعني الشرح الفعلي للصندلي. لها دلالة معنوية ورمزية أنها تحافظ طوال هذه الفترة على أسرار البيوت، على خصوصيات الناس، خصوصيات بالذات النساء العجز يعني نسوان الكبار. الكبار عندهم الصندلي فتشي كلش يعني مو مقدس بس فتشي كلش مهم، خاصة أن الصندلي تحتوي على مجرات سرية لوضع الفلوس، الذهب، الأمور النفيسة يعني. فكرة الربط بين الصندلي وبين الواقع اللي نعيشه اليوم أنه نحن أكتب قصص من واقع الموصل، قد يكون بعضها حقيقي واقع حدث، قد يكون الآخر أنه من وحي خيال بس هو واقعيا موجود بس التفاصيل قد تكون الأسماء مختلفة. أكتب هذه القصص وأيضا نربط بين الأمس واليوم، نربط أنه الأمس القريب اللي هو سبعينات وستينات والحياة اللي كنا نعيشها، نعيش حياة هادئة طيبة، ناس نقية، ناس ما غيرت الظروف، وبين الواقع اليوم اللي نعيشه أنه الناس اليوم متغيرة، أثر هذا سلبا على واقعنا كلتنا. لأنهم الله تعالى يقول قدموا لأنفسكم، يعني الواحد لما يقدم للآخر بالتالي يرجع هذا بالسلب أو بالإيجاب على نفسه هو. لولا أنه إحنا واقعنا أو إحنا أنفسنا تغيرت ما كان واقعنا اليوم مرير. القصص اللي أربط بيها واللي أريد أوصل فكرة بيها للناس أنه وين كنا وين صرنا يعني. تعرف هاي البرنامج يعني. ثيمة البرنامج أنه الربط بين القديم، بين الماضي والحاضر، بين الماضي الجميل اللي هو دائما نقول مثلا الماضي بكرة أحلى مثلا نقول. اليوم العكس صار معانا أنه اليوم أمر ودائما نقول البارحة أحلى من اليوم واليوم أحلى من باكر ونخاف من الغد. يعني ليش؟ أكيد ونخاف من الغد، مو من الراديو من أكيد يعني مو من الراديو لا الغد هو الغد من باكر يعني أكيد راديو الغد هو يعني إن شاء الله يكون مستقبل إن شاء الله يعني بخير لأهل الموصل بإذن الله. وهذا ما نعمل عليه يعني جمعا وفريق كفريق واحد أنه نقدم لأهل الموصل. نرجع لموضوع البرنامج اللي هو الربط بين الحاضر والماضي والوقوف على المشاكل وتحليل هذه المشاكل. ليش نحن اليوم وصلنا اللي نحن بينه؟ أكيد الخلل بينا نحن، ما ممكن أنه نجعل الآخر أو هاي نظرية المؤامرة اللي نملكها أنه تكون شماعة
نعلق عليها مشاكلنا، نعلق عليها أخطائنا وسلبياتنا. حلو. لازم يعني كمقدمة كبداية لطريق والمشوار اللي أنا أطمح له بإذن الله، أنه البداية ما تكون قوية وما تكون صادمة مثلا، لازم يكون تقديم من خلال هذا البرنامج لما يسي يعني راح نقدمه بالفترات الجاية للمرحلة القادمة. للمرحلة القادمة. بس كبداية لازم نحن نقف مع نفسنا، مو دقيقة صمت، ساعات صمت، حتى نعرف الأخطاء اللي بينا ونصلحها، نصلح نبدي بنفسنا قبل. يعني دائما نقول أنه العالم كلها تحسد مثلا، العالم كلها عندها صفة سلبية، زين ليش أستثني نفسي؟ أكيد الخلل بي بالبداية بعدين بالآخرين. خلي أبدي بنفسي، أصحح بنفسي وبعدين. حلو. هذه فكرة القصص، فكرة اللي تطرحها القصص بالبرنامج اللي تنطرح. وأيضا ضمن البرنامج نستضيف أحد مبدعين الموصل المغتربين أو الموجودين على الأقل خارج الموصل باتصال هاتفي، عادة ما يكونون قد قدموا للعالم خدمات جليلة يعني. نعم. حلو. فكرة حلوة وجميلة. والحلو بالموضوع محمد انه هو يعني انه شاب ومقتبل مثل ما نقول العمر، ولكن متناول موضوع كبير او حتى يعني إلى علاقة بالموروث والتراثيات الشعبية، وما اعرف مين يجيبها ولا القصص القديمة. هذا إلى يعني مثل ما نقول بالمصلاوي اللي هو حوبي، ما تمام؟ اللي هو حوبي، هذا الشيء نتيجة الحوبي يعني تفاجأ بها الكلمة. نتيجة البيئة، بيئة المنزل، والوالد كاتب ومؤرخ وأيضا أرخ للموصل من بعد سنة 1900 ولحد الثمانينات. قرأت الكتاب ودائما يعني أكتب معانه وأطلع، فلهذا صار عندي أرضية عن الموضوع وكأني عشت تلك. إذن البيئة تلعب دور أكيد بتنشئة أي إنسان وبتأثيره بالمستقبل. وحبيت أوجه هذا الشيء من خلال أنه أنا شاب، وأيضا الشباب يعني يتقبلون من الشاب أكثر مما شخص كبير. فعلاً. مو طريقة توجيهية، يعني طريقة شاب حتى بالصوت يعني يبين يعني طبعاً. يعني أكو يعني مثلاً إذا أقول لك بالراديو إذا واحد مثلاً ما يحرك إيده يطلع الخطاب بطريقة معينة طبعاً. إذا واحد يحرك إيده صح. يطلع بطريقة مختلفة صحيح. تعابير الوجه إذا ظل واحد محافظ يعني صراحة حيكم كل زملائنا الإعلاميين بالإعلام المسموع، وأنا من أشد المعجبين بهم يعني صراحة بشكل عام سواء بداخل العراق أو خارج طبعا العراق. أنت هم شباب يعني لا هو يحب عالم الراديو يعني وإن شاء الله مستقبلا نشوفه بهالمجال. أحييك أكيد وأشكرك وأشكر نورتنا وزارة البركة. بالعكس أنا أتشرف أنه أكون وياكم اليوم، وإن شاء الله تكون لنا فرص أكبر. و احنا مستمتعين اكيد بالحديث وياك محمد، وشكرا يعني يعني لتواجدك ويانا، واكيد نتمنى لك الموفقيه والنجاح ان شاء الله، ونشوفك يعني ببرامج جديده وبافكار جديده على مستوى الوطن العربي. اي ونتمنى نتمنى انه العراق يرجع ينتعش مره ثانيه مثل ما كان قبل سنوات بمجال الراديو، ونقدر انه فعلا اليوم الراديوات اللي عندنا تكون حاملة رسالة معينة وتوصل صوت الناس، صوت الشعب بطريقة خالية من التوجهات وخالية من حتى الإسفاف. العفو حتى الإسفاف يعني في بعض الأحيان يمكن مرينا فترة الإذاعات اللي نسمعها بدون تسمية، وما أقصد يمكن بس صرنا نسمع يعني إعلام يعني حاشا اللي يسمعون انه اعلام تافه لا يحمل اي رساله لا يحمل مجرد اتصالات وتنكيتات وهذا الامور الخاليه من الفكره الخاليه وهدات. من وهدات. يعني انا اتمنى انه يعني شلون نقول الاعلام المسموع يعني توصل برامج يعني مثل اغلبيه صامت العلي نجم او مثل برنامج اسامه بمصر مثل ما قالت اسيل انه تتصور وتنعرض حتى العالم تشوف الاجواء اللي موجوده بداخل الاعلام المسموع. احنا ايضا نبث مباشر للبرنامج، ولبعض البرامج نبث خلص مباشر لعد يشوفكم ان شاء الله ويشوفون اضيفك لعد ان شاء الله نتشرفك. شكرا جزيلا لك وزارتنا البركه كل الهلا فيك محمد معنا زكريا اكيد منورنا، ونشكرك اكيد لتلبيه الدعوه.